شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع من مباراه كره السله. ومليون مبروك فوز النادي الاهلي النهارده بنتيجه 85-79. وشكرا ايضا لمعلقنا الكابتن مروان صالح من مباراه الكره الطائره اللي انتهت بالفوز 3-0. يوم اهلاوي مميز النهارده الحقيقه، عندنا 4 انتصارات للالعاب الاخرى. رجال كره اليد النهارده فازوا على نادي بلديه ملي الجزائري نتيجه 40-19، والسيدات فازوا على ابيار الجزائري 29-17. وكره السله النهارده بتفوز على بنجيه وسط افريقيا بنتيجه 85-79. والنهارده كره الطائره بتتاهل لنهائي بطوله افريقيا 3-0 بعد الفوز على النصر الليبي. 1,000,000 مبروك جمهور النادي الاهلي، 1,000,000 مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، 1,000,000 مبروك الاجهزه الفنيه واللاعبين. ببارك لضيوف اللي منوريني في الاستوديو، كابتن سلاوي 1,000 مبروك، الله يبارك فيك كابتن محمود رؤوف 1,000,000 مبروك، ربنا يبارك فيك كابتن محمد كتات 1,000,000 مبروك، 1,000 مبروك كابتن، كابتن نبيل بخيت 1,000,000 مبروك، 1,000 مبروك. خلينا نروح للحدث طبعا الاهم، يعني يمكن السله ما كانتش هي الحدث الابرز عندنا، ولكن الابرز كان التاهل لنهائي بطوله افريقيا للكره الطائره لملاقات يعني بوسالم او مولوديه بوسالم التونسي في الفاينل بكره ان شاء الله الساعه 8. كابتن محمود رايك ايه؟ الحمد لله طبعا، الف مبروك. مباراه كانت مهمه جدا، دور قبل النهائي. مباريات ما بتقبلش، مباريات الكؤوس خلاص، انت محتاج ان انت تقل يعني، حتى لازم تفكر في الخطوه اللي جايه. كان مهم جدا لينا ان احنا نحسم النتيجه 3-0، ما نطولش الماتش. احنا شفنا الجيم الثالث الفريق الليبي رجع ومستواه كان اعلى بكتير من الشوطين الاول والثاني. ابتدينا نقلق لان ده هيطول الماتش علينا. ان شاء الله احنا كان عندنا ثقه ان احنا هنصعد، بس كان مهم جدا ان احنا نحسم الماتش 3-0 عشان نقدر نتاهل، نقلل المجهود لان احنا الماتش النهائي بكره على طول. برضو في بعض التغييرات حصلت في الشوط الثالث، انا بتهيألي دي كان ليها دور مهم جدا في رجوع المباراه. عملنا تغيير اللي هي المعد وضارب مركز 2، بننزلهم بنعكس الملعب بتاعنا، بنزود الضاربين على الشبكه. دي كانت في نص الماتش، وكان الفريق الليبي متقدم 4 نقط على النادي الاهلي. نعم. في خلال بالظبط 2 أو 3 رجعنا الفريق تاني ودخلنا الجيم، وقدرنا الحمد لله ان احنا الماتش الجيم مشي متقارب لغايه ما خدناه في الاخر. نعم. دي برضو تاكد لنا الحمد لله ان الجهاز الفني بتاعنا يعني على درايه بكل العناصر اللي عنده، ازاي يقدر يستخدمها باحسن طريقه، ان هو في اوقات الحاسمه في الماتش لما الفريق التاني بيتقدم علينا ازاي نقدر بسرعه بتغييرات تكتيكيه جوه الملعب، وحاجه دي مهمه جدا بتغير ادائك على طول. قدرنا نرجع جوه الجيم. نعم. سهلنا علينا الماتش الحمد لله، خلص 3-0. والف مبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى بكره نشوف بقى جمهور في الصاله كمان، ونحتفل ان شاء الله بالنهائي، نحتفل مع بعض. وبكره ان شاء الله مش هيكون في كره سله، فيبقى ان شاء الله كل التركيز طبعا على الكره الطايره، ونحتفل ان شاء الله النهارده. كابتن محمد شايف النهارده المباراه ازاي؟ احنا الحمد لله حققنا الهدف منها وهو الفوز 3-0 الحمد لله، بدون يعني ما نخش في يعني اشواط زياده عشان اللعيبه تكون مرتاحه بشكل كبير. ولكن النهارده احنا خلصنا مباراتنا بعد بوسالم يمكن بساعتين، فاحنا راحتنا اقل من بوسالم. شايف ازاي؟ شايف فرقتنا بكره ممكن تبقى اداها ازاي كده؟ الحمد لله ربنا وفقنا النهارده ان احنا نكسب 3-0. انا شايف ان الشوط الاول والثاني هو كان للاعبين، والشوط الثالث اللي لعبه باقتدار هو المدرب بهدوءه، لان الهدوء هنا هو اللي ادانا ان احنا قد ايه كان الفريق هو كان متقدم علينا في اغلب الوقت بتاع الشوط، 3 نقط و4 نقط ونرجع نجيب تاني، و3 نقط و4 نقط. فبصراحه هدوءه وتركيزه وان هو ما غيرش بسرعه وما تسرعش في التغييرات. هو يمكن لما نزل بدل اللعيبه حسام واحمد صلاح بعبد الله وسيف حسن عابد، بدا ان هو يظبط الملعب تاني. عبد الله بخبرته بدا ان هو يلعب سيرفات جامده، بدا يسرع اللعب، شفنا هجوم خلفي، شفنا هجوم من على الشبكه. فيعني بصراحه هدوء المدرب النهارده هو اللي خلانا نكسب الشوط الثالث الحمد لله. ان شاء الله باذن الله، ونتمنى الفوز بكره في النهائي الساعه 8 ان شاء الله. هننقله لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي، واكيد هيكون الاستوديو التحليلي قبليها ان شاء الله بساعه على الاقل عشان نكون مع فرقتنا باذن الله. خلاص نرجع لكره السله ثاني، ونروح لكابتن محمد سلعوي. كابتن النهارده يمكن شاهدنا يعني موقف اتحط فيه النادي الاهلي كان صعب في الشوط الرابع، وهو تقدم نادي بنجيه علينا كان ببونت تقريبا انا فاكر 71-70 على ما اتذكر يعني. ولكن سرعان ما عدل النادي الاهلي من دفاعاته وعدل من هجومه، واستطاع برنس لاعبنا المحترف ان هو يجيب 3 ورا بعض ويعدل النتيجه. شايف مباراه النهارده ازاي؟ خاصه ان احنا ما كناش نتوقع الاداء ده، يعني النهارده النادي الاهلي شايط فوق ال 30-3 بونت او اكتر، جايب 6 بس. فالنهارده الاداء يمكن ما كانش بالقوه اللي احنا كنا منتظرينها من الفريق. انا شايف ان نقول الاول مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق دون روعة في الأداء بصراحة، يعني ده عنوان الشوط ده يعني يا كابتن. مبروك للنادي الأهلي،
فوز مستحق دون روعه في الاداء في روعه في الاداء. يعني انت نفيت الروعه بس في اداء في أداء. الحمد لله لفريق وسط افريقيا طبعا ادي جيم، اعتقد ان ده من احسن الجيمات اللي هو عملها في الثلاثه صح اللي هو لعبهم مع ليبيا نسبه عاليه جدا في التصويبات وكده. بدا الشوط الثاني بدايه سريعه جدا وقابلها سلبيه شويه في الاداء بالنسبه للنادي الاهلي. اياب امين ظهر على فتراته هو عمرو الجندي، لكن النادي الاهلي لم يظهر بالتجانس الدفاعي اللي هو كما عودنا يعني. نعم. لكن المباراة حققنا الهدف المطلوب منها وهو الوصول إلى الدور الثاني بدون هزيمة كده فرصنا احنا ترتيب المجموعة أول. احنا أول بتهيأ لأهلي أهلي بنغازي الثاني الثالث الفرقة بنجي الرابع أوريانز. بس كنت عايز كابتن هيثم بعد إذنك أقول ان احنا عندنا مشكله برضو كانت في الزون شويه. احنا اول طلوع علينا كان ناقص 4 دقايق و50 ثانيه تقريبا، تدارك الموقف في اللاعب الاهلي، حسوا بالخطر، حسوا بالمسؤوليه، قدروا ان هم يحققوا الفوز في اخر المباراه. عايز اقول ان قناه الاهلي مسموعه في كل حته. انا جالي رساله على الواتساب من المعلق من الاعلام القدير الاردني عبد الله العدسي، متابع المباراة وبعت الإحصائيات. فإذا قناة الأهلي منتشرة في كل الدول العربية، دي حاجة تسعدنا جدا. وأهلا بالطبع إخواتنا وشقنا العرب طبعا اللي بيتابعوا شاشة قناة النادي الأهلي، وهو ده يعني متخصص السلة. بالظبط يعني. خلينا أقول إن إحنا يعني في الأول والآخر النادي الأهلي هو يعني هرم كبير في الرياضة في مصر، ومصر جزء وقلب الوطن العربي. فأهلا بالأشقاء العرب ومشاهدتهم ومتابعتهم لقناة النادي الأهلي. كابتن نبيل شايف الماتش ازاي؟ خاصة ان هو الحمد لله ادينا اللي علينا من ناحية ان احنا خدنا نقاط المباراة 3 من 3. مش مهم قوي تبقى الاداء بتاعك يعني توب فورم، ولكن المهم ان انت تطلع من المجموعة دي اول عشان تروح هناك تبقى دور الثمانية بالنسبة لك دور سهل في رواندا. شايف ازاي يا كابتن مباراة المباراة؟ انا شايف ان احنا ادينا مباراة كويسة. في فترات فيها كنا متألقين وكنا الفرقة كانت كويسة جدا، وفي مباراة وفي اوقات الاداء نزل شوية. كابتن أجوستي قدر ان هو يعمل سكواد بالنسبه للمباراه، سواء في فترات لعب بخمسه مصريين وفترات تانية لعب باربعه محترفين، وقدر ان هو ياخد من الجيم اللي هو عايزه. فرقه بنجاي او بنجاي هي اللي ادت النهارده مباراه كويسه، لان ده املها الوحيد. يعني هي املها ان هي لازم تحقق نتيجه ايجابيه علشان تقدر تطلع الدور اللي بعده. طب كابتن نبيل استاذن حضرتك، انا يعني مضطر معلش اقطع حضرتك عشان نروح لارض الملعب، وزي ما عودناكم لقاءات بعد المباراه او ما بعد المباراه هنروح بقى لصاله الامير عبد الله الفيصل والزميله العزيزه منى المنيسي، ولقاء مع الكابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق ومايستر الفريق. اتفضل يا منى. كابتن هيثم من جديد برحب بيك والف مبروك، ببارك لك اكيد وببارك لنجوم استوديو تحليلي ولكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي. تاهل النادي الاهلي كره طايره رجال اخيرا لفاينل البطوله النهارده على حساب النصر الليبي. ان شاء الله بكره النادي الاهلي او الماسترز هيقابلوا مولوديه بو سالم باذن الله التونسي، وان شاء الله تبقى بطوله اهلاويه يكون اللقب ال 16. عايز اقول لحضرتك انه مولوديه بو سالم عندهم لقب واحد بس، لكن النادي الاهلي عنده 15. ان شاء الله بكره نكون بنحترف باللقب ال 16 كمان من البطوله. يعني دلوقتي او معي في هذه اللحظات كابتن الفريق كابتن عبد الله عبد السلام علشان يكلمنا اكيد عن مباراه اليوم. كابتن عبد الله برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. في الاول المباراه كانت يعني من الاول انتم مسيطرين بشكل كبير جدا فوق الممتاز، لكن الشوط الاخراني يمكن حصل دروب شويه، كنا ماشيين ايكوال جيم كده، ده كان ايه سببه؟ كلمني اكتر على انطباعاتك النهارده عن المباراه. طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكابتن هيثم وضيوف الكرام. طبعا زي ما حضرتك قلت الجيم الاولاني والجيم الثاني كان فيه تركيز كويس جدا، حصل بعض الغلطات التانيه في الشوط الثالث، ابتدى الفريق الليبي النصر الليبي يخش معانا في مباراه واحده واحده، وزي ما حضرتك شفت يعني الحمد لله رب العالمين بخبرتنا وشبابنا قدرنا نحسم اللقاء الحمد لله. يعني ايه الصعوبه اللي كانت موجوده؟ انتوا طبعا في اجهاد كبير جدا، انتوا بتلعبوا كل يوم في اكيد اجهاد. اي نعم مستر فرناندو بيعمل روتيشن بشكل كويس جدا ومظبوط، لكن اكيد في اجهاد، في برضه عدد من اللعيبه يعني موجودين بشكل كبير جدا في المباراه، فده اكيد بيبقى اجهاد عليهم. بتتكلموا في ايه؟ بتقولوا لبعض ايه علشان تحفزوا بعض ان انتوا ان شاء الله تكسبوا وكمان تكسبوا بكره فاينل باذن الله؟ طبعا يعني الحمد لله يعني من اول الموسم قلبنا على قلب بعض، والروح زي ما حضرتك شايفه جميله جوه الملعب وبره الملعب.
بنحفز بعض طبعا، عندنا بعض الاصابات موجوده بس الحمد لله رب العالمين، يعني بنحفز بعض وبنشجع بعض وبنحاول نشيل بعض يعني في الملعب زي ما حضرتك شايفه بشكل كويس الحمد لله. فده اللي باين الحمد لله رب العالمين. وزي ما حضرتك قلتي مستر فرناندو بيعمل روتيشن من اول البطوله. طبعا احنا خلصنا دوري ما خدنا يومين اجازه، دخلنا على طول على معسكر افريقيا، شغالين كل يوم تمرين الصبح وبنلعب ماتش بالليل. فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا بس يكمل على خير بكره ان شاء الله، والرجاله ان شاء الله ده ودود، وده يعني ده النادي الاهلي وهم لازم يتعلموا كده ويستحملوا كده. والحمد لله يعني ماشيين بصوره كويسه، وان شاء الله رب العالمين بكره ان شاء الله رب العالمين نحسم النهائي لينا باذن الله. النهارده مباراه مولوديه بوسالم على حساب السجون كانت مباراه سهله جدا بالنسبه لهم، قدروا ان هم ثلاث اشواط يكسبوها بمنتهى السهوله. شايف المباراه بكره هتكون عامله ازاي؟ ده دليل ان في اي يعني شايف ان ده ليه اي انطباع على مباراه بكره، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ لا طبعا دي حاجه ودي حاجه. طبعا احنا بالنسبه لنا لازم هنلعب بفول باور بتاعنا، ده مباراه نهائيه متعودين على النهائيات، لازم نؤدي بصوره كويسه، لازم كل فريق يبقى جاهز وكلنا على قلب رجل واحد. ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله نلعب بمستوانا بغض النظر عن الفريق بوسالم، طبعا فريق محترم باذن الله نؤدي بشكل كويس وبشكل زي ما عودنا جمهورنا عليه، وان شاء الله نحسم الفاينل لينا باذن الله. بشكرك جدا وبالتوفيق اكيد بكره ان شاء الله في النهائي. شكرا شكرا. يعني يا كابتن هيثم ده كان لقائنا مع كابتن الفريق كابتن عبد الله عبد السلام، اللي اكيد بيوعد ان شاء الله بكره جمهور النادي الاهلي باللقب ال 16 من بطوله افريقيا. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ورجالته ولاعيبته الماسترز، ان شاء الله بكره تكون النادي الاهلي اول بطوله تكون في الجزيره باذن الله. العوده اليك مره ثانيه في الاستوديو يا كابتن، اتفضل. الزميلة العزيزة منى المنيسي بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين قمة التركيز قمة الرغبة والإرادة في الفوز بكرة إن شاء الله، ولكن يتبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. اللعيبة قدها، هم رجالة ونثق فيهم بإذن الله. طب جاهزين يا جماعة نرجع تاني للقاءات الكرة الطائرة؟ طيب خلينا نرجع لضيفي كابتن نبيل. يعني كان عند حضرتك ما تكمله عن المباراه، خاصه ان احنا عندنا يومين راحه، بكره في راحه ان شاء الله، ويوم الاربعاء هنعيد بقى الثلاث مباريات تاني. سيتي اوريانز اول هتبقى مباراه يوم الاربعاء ان شاء الله. يعني انا بس عايز اقول ان هو يعني جايز احنا كنادي اهلي مصري وكان اهلي بني غازي قربنا شويه من التاهل، بس لسه ما تاهلناش، في ثلاث مباريات تانيين. نعم ثلاث مباريات دي هي اللي هتوضح مين اول ومين تاني ومين ثالث، فلازم نادي بقوه في كل المباريات، ما نعتمدش على المباريات اللي فاتت. نعم اشكرك يا كابتن نبيل. خلينا بقى نروح لمجمع الدكتور حسن مصطفى ولقاءات كره السله من هنا لهنا، عشان نقدر نجيب لحضراتكم ردود فعل اللاعبين عقب المباراه، والزميله العزيزه هنا ابو القاسم ولقاء طبعا مع اللاعب الناشئ الصاعد بقوه كريم حاتم. اتفضلي هنا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الف مبروك فوز رجال كره السله بالنادي الاهلي، الفوز الثالث على التوالي في بطوله البال. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، معايا دلوقتي بقى احد نجوم الناشئين الصاعدين بقوه اللي بيقدموا اداء كبير جدا الحقيقه مع النادي الاهلي كريم حاتم. ده طبعا الف مبروك الفوز، زي ما قلت الفوز الثالث على التوالي، الحقيقه بتقدموا مستويات كبيره جدا. عايزك تكلمني على مباراه النهارده، الحقيقه شفنا نديه كبيره في المباراه، لكن كالعاده بقى روح النادي الاهلي قدرت تحسم المباراه لصالحها. والله الاول احب اقول الحمد لله على مكسب النهارده، طبعا مكسب مهم جدا وكبير. فرقه النهارده برده فرقه كبيره مش صغيره خالص بالعكس، بس متهيألي احنا كان لازم نحضر للماتش احسن من كده ونكون جاهزين له اكتر من كده. طبعا احنا يعني هم مشوا معانا ايكول جيم في اغلب الوقت، وممكن كمان كانوا ليد علينا في بعض اوقات الماتش، بس الحمد لله وروح الفانيلا الحمراء طبعا قدرنا نرجع تاني عليهم ونكسب الماتش ان شاء الله. عايزين نتكلم اكتر على نقطه انت ذكرتها، زي ما قلنا الجيم كان فيه نديه كبيره، فعايز اعرف بقى ابرز الحاجات اللي قلتوها لبعض سواء اللاعبين او طبعا مستر اوجاستي بوش، عشان تقدروا تعودوا للمباراه مره ثانيه وتحسموها لصالحكم. والله هو ابرز طبعا النقاط ان احنا كنا طبعا نركز في الديفنس، ومن الديفنس ان شاء الله نروح الاوفنس. احنا على طول يعني كابتن اوجاستي بيخلينا نركز اكتر في الديفنس وبعد كده نفكر في الاوفنس قبل اي حاجه. عايزه اتكلم برضه على نقطه مهمه جدا، ونقطه الحضور الجماهيري والتنظيم، الحقيقه الاجواء مميزه جدا داخل صاله دكتور حسن مصطفى، فعايزاك تكلمني اكيد وجود الجماهير في الصاله اكيد بيفرق معاكم كلاعبين ومع ادائكم في الملعب. الحقيقه احب اشكر طبعا الجماهير اللي بتيجي، بس يعني برضو مش لسه ما شفناش روح الجماهير النادي الاهلي كلهم، طبعا مستنيينهم كلهم في ظهرنا ويدعمونا، طبعا بيفرقوا معانا جدا واحنا خسرانين، طبعا واحنا يعني بنحتاجهم اكتر واحنا خسرانين قبل ما نبقى كسبانين. الجماهير طبعا ليها دور كبير جدا في مكاسبنا، وطبعا كل فوز بيبقى ليهم تقريبا الجزء الاكبر فيه، واحنا مستنيينهم ان شاء الله بقى في الحضور الجماهيري في الثلاث ماتشات الجايين.
الحقيقه اخيرا انت بقى ليك دور كبير اكيد مع الفريق الاول، بتشارك في بطوله كبيره زي بطوله البال، فعايز اعرف شعورك ايه وانت بتشارك مع الفريق الاول؟ والله الحقيقه طبعا بكوني اصغر واحد في الفرقه ده طبعا بيحملني مسؤوليه كبيره جدا، ان انا على طول لازم ابقى في احسن شكل وفي احسن صوره، ولازم يعني على طول كل اللعيبه بتحاول تنصحني ان لازم عشان ابتدي اخد وقت كبير في الملعب لازم ابتدي اعمل حاجه مختلفه عن باقي الفرقه، بحيث مثلا لازم اموت نفسي على كل كوره وادافع اكتر، طبعا ده برده بيحملني مسؤوليه كبيره جدا. بشكرك جدا وان شاء الله بقى الفوز والتاهل للنهائيات في رواندا ان شاء الله باذن الله. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي النجم كريم حاتم، اكيد معانا مزيد من اللقاءات والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا بشكرك شكرا جزيلا. ويمكن كريم حاتم الحقيقه من اللعيبه الجيده جدا، لعب الصيف اللي فات كاس العالم مع المنتخب الكبير بالرغم من صغر سنه، بدا الحمد لله ياخد خطواته ويثبت رجله في الفريق الاول طبعا وينال ثقه مستر اجوستي بوش. لو كريم حاتم الصراحه مسك في المركز ده وثبت وجوده هيوفر عليها كتير جدا في النادي الاهلي، هنجيب المحترف في مركز تاني، يعني هنجيب المحترف في مركز ممكن يكون عندنا في نقص اكتر اربعات مثلا، انما النهارده لو انت ما عندكش بوينت جارد يعني قوي لو كريم حاتم مال هذا المكان الدنيا هتبقى افضل كتير طبعا مع محمد خيري وهو طالع، هيبقى عندك اتنين من افضل صناع الالعاب في مصر. يعني اروح لضيوفي كابتن محمود، يعني يمكن مباراه بكره مباراه صعبه جدا جدا، فاينل بو سالم اتحط في موقف صعب وان هو دايما بيتشبت بالنتيجه حتى النهايه، يعني ماتش الزمالك السنه اللي فاتت في الفاينل خسر تاخر شوطين وعوضهم وفاز، ماتش السنه دي مع الجامعه الزيمبابوي كان ماشي ايكوال جيم ورحنا شوط خامس وكان متاخر 9-3 وفاز بالمباراه. فاذا هو من الفرق اللي بتعرف تتحكم في اعصابها، ده ممكن نشوفه بكره مع النادي الاهلي. طبعا المدرسه التونسيه بوجه عام في الكره الطايره هي اهم مميزاتها اللي هي مدرسه اللي هي الاخطاء القليله، ان انا بيلعب الخصم هو ما بيحبش يغلط، بيحب دايما يلعب الفولي اللي هو اخطاءه قليله جدا، ما فيش ريسك عالي، الكلام ده كله ده اساس المدرسه التونسيه، عندها كره طايره مميزه على المستوى المهاري، ما بيغلطش كتير، مش اقوياء جدا على المستوى البدني بس تقنيا او مهاريا بيبقوا عاليين جدا. نعم. بس الحمد لله يعني فرقه بو سالم مش يعني لو مثلا شفنا عدد اللعيبه اللي في منتخب تونس فيها هم 2 لعيبه بالظبط، فهم برضو مش هنقول ايه مستواهم مش المخيف بالنسبه لنا كنادي اهلي، بالعكس طبعا هو اللي هيبقى عامل نادي الاهلي الف حساب. اهم حاجه بالنسبه للنادي الاهلي بكره ان هو بينزل من اول مباراه يعني في قمه التركيز، ارسالنا مهم جدا جدا بكره، وحوارات الصد واتجاهات ضرب اللاعبين، لان بحكم الحساسيات اللي دايما بتبقى موجوده بين الفرق المصريه والتونسيه والمنافسه والكلام ده، لو دخلت الماتش من بدري هيبقى ماتش متعب جدا بالنسبه لك، وهو فرقه صحيح. يمكن ده سلاح ذو حدين، الفرقه حتى لو ما فيهاش نجوم قوي مثلا من المنتخب التونسي هم بيبقوا الفريق مترابط مش معتمد على لعبه بروح عاليه، روح جماعيه عاليه مش معتمد على نجم، فالفرقه دي تبقى خطيره جدا، لان انت سهل جدا انت يعني زي ما بنقول بلغه الرياضه تركب الماتش وتفرق من الاول، او سهل جدا انك تدخله هيبقوا كلهم نجوم تتعب جدا في الماتش وهيبقى كلهم نجوم ساعتها وهتربط وهيبقى الاداء في الملعب صعب. اعتقد احنا الحمد لله يعني شفنا في ماتشات الدوري وشفنا برضو النهارده مثلا ماتش النهارده كان مثال ان احنا في اوقات كتيره كان الفريق اللي قدامنا بيتقدم بنقطه او 2 و3، دي حاجه بصراحه مميزه جدا السنه دي ان احنا بنرجع بهدوء اللعيبه، بنرجع بتغييرات المدرب والثقه في الفريق. فاعتقد ان شاء الله هو اكيد هتبقى اصعب مباراه في البطوله، احنا عارفين من اول يوم في البطوله ان هو الفاينل ان هنلاعب فرقه تونس في النهائي هو الفاينل صحيح، فهو ماتش كلنا مستنيينه وان شاء الله انا متاكد ان لعيبتنا هتبقى على مستوى الحدث يعني ان شاء الله وهتشرف النادي الاهلي بكره ان شاء الله. اعزائي المشاهدين خلينا نرجع تاني لرساله الامير عبد الله الفيصل، وزي ما عودناكم ولقاءات ما بعد المباراه والزميله العزيزه منى منيسي ولقاء مع محمد عبد المحسن سنتر بلوك الفريق، اتفضلي يا منى. كابتن هيثم من جديد برحب بيك وبرحب بنجوم الاستوديو التحليلي وبكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا دلوقتي موجودين لسه في الملعب وبنحتفل اكيد او يعني بانتصار النادي الاهلي النهارده على النصر الليبي وتاهله للمباراه النهائيه اللي هتكون ان شاء الله مع مولوديه بو سالم بكره ان شاء الله التونسي، نتمنى اكيد كل التوفيق. يمكن معي في هذه اللحظات كابتن محمد محسن لاعب النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي الاهلي ومباراه اليوم. كابتن محمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي والف مبروك فوز النهارده. اهلا وسهلا لحضرتك والف مبروك ليكي والكابتن هيثم واللي معاه في الاستوديو وجميع النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره. طبعا المباراه كانت صعبه جدا، احنا بنلعب فريق محترم جدا وفريق قوي جدا، فرقه النصر الليبي عندها 2 محترفين على اعلى مستوى،
غير العناصر الموجوده المحليه، كل التيم اللي موجود مع منتخب ليبيا. فطبعا احنا بنلعب فريق محترم جدا، قدرنا نستعد ليه كويس جدا بعد مباراه امبارح، قدرنا نعمل محاضره عليهم كويس جدا مع الكوتش والجهاز الفني، قدرنا نستغل نقط ضعفهم واستغليناه في الماتش، والحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب. وان شاء الله باذن الله صعدنا الماتش النهائي بكره، هنلاعب فرقه من تونس، ان شاء الله ربنا يكرمنا بالماتش ان شاء الله بطوله. كابتن، يمكن في اول شوطين انتوا كنتوا يعني مسيطرين بشكل كبير جدا على المباراه وفرق سكور كبير، يمكن شفنا في الشوط الثالث كنا خايفين شويه انه يحصل اي دروب، الفرق كان قريب جدا وكنا ماشيين ايكوال جيم، ده كان ايه سببه؟ انتوا عندكم اجهاد بدني ولا كانت ايه المشكله؟ والله احنا ممكن يكون احنا طبعا موضوع الاجهاد ده طبعا ده شيء طبيعي جدا، ان احنا خارجين من دوري وخارجين من سوبر وبلاي اوفس وماتشات كتير اول فتره اللي فاتت دي، خصوصا انت حضرتك عارفه ان البطوله دي بنلعب كل يوم ماتش، فالموضوع صعب جدا جدا جدا. ولكن المدرب والجهاز الفني اللي معاه طبعا يعني قدر يعمل روتيشن محترم جدا خلال البطوله دي، حضرتك شايفه، والحمد لله يعني اللي بينزل من بره بينزل بيشيل زي اللي جوه، فالحمد لله. ده غير ان احنا برده الجيم الثالث ممكن يكون عندنا حسينا ان الماتش خلاص بقى بتاعنا، بس الحمد لله قدرنا نسترجع حساباتنا وناخد الجيم ونكسب الماتش الحمد لله. هتستعدوا ازاي؟ مستر فرناندو قال لكم ايه؟ وكان كنتوا بتتكلموا في ايه في غرفه الملابس؟ انتوا هتتكلموا في ايه بكره؟ تجهيزاتكم النهارده تكون شكلها ازاي لاستعدادنا لمباراه النهائي؟ احنا عندنا ريكفري دلوقتي، ان شاء الله باذن الله هنستعد خلاص. المباراه النصر دي احنا نسيناها خلاص، الماتش عدى، عندنا بكره فريق محترم وحصل على البطوله السنه اللي فاتت، قدر يكسب فريق نادي الزمالك، فريق محترم وفريق قوي. طبعا فريق بوسالم بكره هتلعبنا، طبعا عندها كل امل تحافظ على اللقب، بس ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا النادي الاهلي هنقدر ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه نقدر نحسم المباراه بكره ان شاء الله لصالحنا ونفوز بالبطوله ان شاء الله. كابتن، في الاخر عايز اقول لك، يمكن كان ليك كلام قبل كده في قناه الاهلي انه انت بتناشد الجمهور او بتطلب من الجمهور ان هو يبقى موجود اكتر، شايف ده فرق بعد كده؟ شايف السيمي فاينل النهارده في فرق في تواجد الجمهور وتشجيعهم ليك؟ طبعا يعني، بس برضه لا برضه يعني يعني حابه اقول اول هجوم النهارده، بس برضه كتر خيرهم برضه ان هم جايين يساندوا الفرقه ويساندوا اللعيبه، لان الفرقه دي بصراحه يعني بكلمك بصراحه تستاهل كل الدعم من الجمهور. احنا السنه دي عملنا موسم كبير جدا، اللعيبه كلها رجاله، اللعيبه كلها على قلب رجل واحد، الجهاز الفني معانا جهاز محترم جدا، فالفرقه دي تستاهل اكتر من كده. وبكره بقى يعني بكره الفرصه الوحيده يعني ليهم ان شاء الله هم يجوا لنا، وان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه نحتفل كلنا ببطولة افريقيا والتاهل لبطولة العالم يعني ان شاء الله. اشكرك جدا يا كابتن، بضم صوتي لصوتك ان شاء الله بكره نشوف عدد كبير جدا من الجمهور، وانتوا تستاهلوا اكيد كل خير، ان شاء الله بكره نكون بنحتفل معاك بالبطوله ان شاء الله. ومبروك لكم ماتش النهارده. شكرا، ميرسي. شكرا جدا يا كابتن. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع كابتن محمد محسن، واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من نجوم الفريق النهارده ومباراه النهارده، وبشكرك جدا يا كابتن. لو عندك اي استفسار العوده اليك مره ثانيه في الاستوديو اتفضل. منا بشكرك شكرا جزيلا، ونرجع ثاني لمجمع الدكتور حسن مصطفى والمؤتمر الصحفي لما بعد المباراه، بيحضروا من عندنا مستر اجوستي بوش وعمر طارق، فالى هناك. First of all, congrats to Bangui Sporting Club because they made us play at our best, at the best of our abilities to win the game. That's because of the effort and the hustle that they put in the game. They control all the actions that depend on the desire or the will, which means rebounds, cuts, all these small efforts that seem that are not important, but they are in a game physical like it was. So then I think we kind of struggled to have the right mentality during the game. We succeeded offensively, but we were not finding a rhythm defensively. But at the last quarter, I think we pick up a little bit better our mentality on defense, and we were able to get the win. الأول مبروك لفريق بنجي، لعبوا النهاردة مباراة جيدة جدا، تطلبت مننا أننا نبقى في أفضل حالاتنا عشان نقدر نكسبهم، وده كان بسبب المجهود اللي هم كانوا حاطينه في المباراة، خصوصا في التفاصيل الصغيرة اللي قدروا يتحكموا فيها زي الريباوندات خلال المباراة. طبعا احنا كنا بنعاني قليلا كعقليه في المباراه من الناحيه الدفاعيه، كنا جيدين على الناحيه الهجوميه، لكن كنا محتاجين نتحسن شويه دفاعيا، وقدرنا نتحكم في المباراه في الاخر دفاعيا ونفوز بالمباراه. يا
like coach said, they're a team that plays very hard. They fight till the very last second. They never give up throughout the game. And we know that every single game here is going to be hard. Nothing is going to be easy. So we have to come play at our best every single game, and we have to put the maximum effort, and that's what it takes in this championship. I think you have to play with more hustle, more effort. These little things are what matter in the games at the end. كابتن عمر قال طبعا فريق بنجي حارب بشكل قوي جدا وحاربوا لحد اخر ثانيه في المباراه واضطرينا ان احنا ولعبنا باحسن شكل عندنا وده المطلوب مننا في كل مباراه. احنا عارفين ان احنا كل مباراه هتبقى اصعب من اللي قبلها وده المطلوب في المستوى ده من البطوله ان احنا نلعب بافضل شكل لينا خلال كل مباراه باعلى قابليه لينا في المباريات كلها وده في الاخر اللي هيكسبنا المباريات ان شاء الله. اوكي سؤال كوتش اوغستو بوش، الف مبروك على الفوز. ثانيا في الفتره الثالثه والرابعه الشوط الثاني تحديدا شفنا ان الفريق بنجي اعتمد على السرعات، فازاي كوتش قدر ان هو يحجم ان هما الفريق بيلعب بيرتد سريع جدا بيخطف الكره وبيرجع بسرعه وده كان مسبب بعض المشاكل للفريق الاهلي في الناحيه الدفاعيه، فقدرت ازاي تتعامل مع الاسلوب ده في الشوط الفتره الرابعه تحديدا؟ So question for coach, first off, congrats on the hard-earned win. Obviously in the second half we saw Bangi play a quicker style of offense. They relied on quick steals and quick offensive plays. How were you able to control that and limit its impact, especially in the fourth quarter, seeing as that's what they depended on to limit the gap between you guys? Yeah, for the most part we knew that the transition points is one of the Bangi strength. They have players who can shoot the ball really well on transition, off the dribble, catch and shoot, many different ways. And I feel that maybe during the game we were not doing efforts on a transition defense as a team together. Some players were running, some players were walking back, not having a focus on how important it was every little effort to stop these transition points. Yeah, it's one of their strengths. They have good shooters, like, and they took advantage of this to keep them in the game, even to take advantage of it. كوتش رد قال ان طبعا احنا واحنا داخلين المباراه كنا عارفين ان نقاط الارتداد عندهم نقطه قويه جدا، عندهم لاعبين جيدين جدا في التسديد خصوصا في التسديد السريع، ويمكن اللي افتقدناه شويه في اغلب المباراه كان المجهود اللي احنا كنا محتاجينه عشان نقدر نحجم من المشكله دي ونقلل من خطورتها. ما كناش مركزين قوي زي ما كنا المفروض نبقى مركزين عشان نقدر ندافع عن النقطه دي، ولكن قدرنا نحسن النقطه دي في الشوط الرابع وهم عندهم مسددين جيدين جدا وبيسببوا خطوره لاي فريق. يس اوكي عايز اوريدي اونس Leonard Solms, ESPN Africa. Coach, looking at the stats here, it makes perfect sense that you rotated the team, gave everyone a bit of minutes. You're one of the busiest teams in this competition. I'm still surprised, though, to see nobody hitting 15 points, nobody hitting 10 rebounds. But obviously you did what you needed to do as a team. Going forward to win this tournament again, are you going to need somebody stepping up, being a star, averaging 25, 30 points a game? Or is it going to be okay if you have four players averaging about 15 a game? I feel that since we are here in Ahli, there has never been that case of a player. Of course, we have our leadership in players who can score, can take over, but normally we are a team that tries to play like this as a team. And depending on the game, some player will step up and make the best out of this. But normally we are a team that
make a lot of rotations so that everybody is involved. You can say this about the minutes that we play today, but it's going to be similar, pretty similar to the last game we played against Ahli Benghazi. We try to play with everybody, give the rotation an opportunity to everybody to play. And at the end, it's my job to handle who are the best ones to be on the court in the clutch moments. I feel that's my style of coaching. It's been like this. It's also thanks to the type of club and team that we are, that we have a deep roster where everybody can have a leading role in any game. So I feel I trust my players, and I just try to handle like this the best I can to get wins. That's all. سؤال الكوتش لو بصينا احصائيا على المباراه ما فيش فريق ممكن يكون بيمارس المداوره ما بين اللعيبه اكتر من فريق الاهلي لكن في نفس الوقت مش شايفين ان في اي لعيب تخطى ال 15 نقطه او ال 15 ارتداده هل شايف ان في لعيب في الاهلي يقدر ان هو ياخد يستفيد من ان هو يجيب اكتر من 20 او 25 نقطه في المباراه وهل شايف ان عدم وجود لعيب زي كده دلوقتي ممكن ياثر على الفريق مستقبلا كوتش رد قال ان احنا كفريق في الاهلي بنلعب كفريق ما بنلعبش بشكل فردي واه طبعا القاده بتوع الفريق موجودين في الفريق اللي ممكن ياخدوا الخطوه الاولى ان هم يسجلوا ان هم يقودوا الفريق خلال المباراه لكن في الاخر احنا من لو بصينا احصائيا دلوقتي كدقائق مقارنه بمباراه الاهلي بنغازي هي نفس الحاجه بنحاول ندي الفرصه للعيبه كلها ان هي تلعب وبندور ما بين اللعيبه عشان كله يلعب في المباراه وفي الاخر هي بتقع على عاتقي انا ان انا اللي اختار اللعيبه اللي انا شايف انها تبقى الافضل في الاوقات الحاسمه وفي الاخر ده الاسلوب بتاعي في التدريب والفضل في ان انا قادر ادور ما بين اللعيبه كده يرجع لطبيعه النادي الاهلي في وجود اللعيبه اللي موجوده فيه ان هي تقدر تساعدني ان انا اخليهم كلهم ياخدوا فرصتهم وينزلوا الملعب من غير ما يبقى في فرق في الاداء. اوكي. Everything is done. Okay, thank you. Thank you. تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي وتصريحات مستر أجوستي بوش وعمر طارق والحقيقة تصريحات متزنة تصريحات يعني تطلع من فرقة عارفة ومقدرة ومحترمة النادي الأهلي وجمهوره النهاردة طبعا لا يسعني غير نشكر ضيوفي كابتن محمد سرعاوي نورتيني وشرفتيني النهاردة وألف مليون مبروك للفريقين كرة السلة وكرة الطائرة شكرا كابتن هيثم وألف مبروك لينا كلنا بمجلس إدارة ونشاط رياضة كابتن محمود رؤوف الف مبروك ونورتيني وشرفتيني النهارده ربنا يخليك ربنا يبارك فيك شكرا يا كابتن عايز كابتن محمد كتات نورتيني وشرفتيني النهارده والف مليون مبروك التاهل والفوز النهارده للسله والطايره شكرا جزيلا يا كابتن الف مبروك والحمد لله ان احنا طلعنا حبايب النهارده حلو زي الفل هم توقعوا صح واحنا توقعنا صح الحمد زي لله الفل. الحمد لله كابتن نبيل الف شكر والف مليون مبروك وان شاء الله كل التوفيق للسله والطايره بكره باذن الله الف مبروك وباذن الله نبارك لكم بكره على البطوله باذن الله ربنا يخليك بس هتيجوا بكره كعادي يا كابتن نبيل مرجوش هنيجي نشجع هنيجي كمشجعين احنا بنحضر كمشجعين والله بنحضر كل الماتشات اعزائي المشاهدين ده النهارده كان يومنا جولتنا ومرافقتنا طبعا لابطالنا سواء كره السله وكره الطائره كان يوم اهلاوي باقتدار فوزين في كره اليد في افريقيا في الجزائر وفوز هنا في صاله الدكتور حسن مصطفى لكره السله وفوز ايضا وتاهل للنهائي في كره الطائره بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه والى جوله جديده من جولات سوبر الابطال